وهلا يا صالح ننتقل لأولى مساحتنا لليوم، رح تكون مع المساحة الطبية، حيث يعتبر الماء الوقود الأهم لجسم الإنسان وبالتحديد للكلى وعملها. ومع ساعات الصيام الطويلة في شهر رمضان المبارك، ما هي أهم نصائح لصحة الكلى؟ وما هي أبرز النصائح للأشخاص المرضى بالكلى؟ هذا رح يكون موضوعنا لليوم مع الدكتور قصي حسن، أخصائي بأمراض الكلى. يسعد صباحك ورمضان كريم. صباح الخير، رمضان كريم عليكم وعلى الأخوة المشاهدين، كل عام وانتم بخير يا أهلا رب. وسهلا دكتور قصي. بالبداية، شرب المي هو ضروري دائما دائما، بينصحوا الأطباء بلترين بالنهار. ما بعرف إذا في معلومات تانية أنت حتفيدنا فيها. بشهر رمضان بيبقى الصائم من الصبح هيك مانو شربان مي، يمكن أحيانا على السحور ما بيشرب مي، فبصير نقص شوي. خلينا نحكي عن نقص الماء للصائم. طبعا نقص المياه، نحن دائما بنوصي بزيادة كمية المياه تمام للأشخاص الطبيعيين أو حتى للي عندهم أمراض بالكلى. فنقص المياه بالنسبة للصائم ممكن يؤدي لأعراض متعددة، يعني ويكون مسؤول مثلا عن الصداع. فلذلك بنصح نحن الصائمين بشرب المياه خلال فترة الإفطار كاملة، يعني مو بس مثلا على الإفطار أو على السحور، حتى مثلا خلال فترة مثلا الإفطار الساعة 7:30 تقريبا، الساعة 8:30 يشرب، 10 يشرب، يعني بشكل متكرر يشرب ماء، وقبل انتهاء فترة السحور كمان يشرب مي. أكيد دكتور، في كثير من مريضين الكلى، في مثلا بيعاني من الفشل الكلوي ولا قصور الكلى وأكثر من حالة، هلأ كلهم بيقدروا يصوموا ولا لا؟ هلا بالنسبة لمرضى الكلى، ما فينا نسمح لجميع المرضى بالصيام. هلا المرضى اللي عندهم غسيل بالكلى بشكل عام، نحن فينا نسمح بالصيام عندهم، لانه الكلى بالنهايه خلص، يعني صار في فشل دائم بالكليه والمريض معتمد على الجهاز، لذلك ما راح يصير في يعني اصابه اشد من هيك. فلذلك بننصحهم بشكل عام، يعني بنقول غالبا بننصحهم بالصيام، ما في مشكله الا عند البعض اللي ممكن الصيام ياثر عليه. يعني مو كل المرضى اللي عم يغسلوا فينا نحن نسمح لهم بالصيام، فجزء كبير منهم نسمح لهم بالصيام. هلا مرضى الفشل الكلوي اللي ما وصلوا للغسيل، هذول مفضل ما نسمح بالصيام اطلاقا، لانه ممكن نقص الماء الحاد، وخاصه بالجو، يعني الصيف هلا تقريبا او درجه الحراره مرتفعه، بيصير عندهم نقص حاد بالمياه، وهي ممكن ياثر على وظيفه الكليه. تمام. يعني دكتور نحن خلينا نحكي ايضا على الافراط بالسوائل. احيانا بعض الاشخاص بيلجأوا للتعويض بالسوائل عن الطعام، احيانا بيكون جوعان كثير بيبدا بشرب بدل كاسه مي بيشرب فورا 4 كاسات مي، ف عصير، وبعد الافطار ببلش هدول العصائر تبع رمضان الظريفه يعني. اي بس قديش مثلا احيانا بتشكل حاله سلبيه، انه كمان مثل ما حكينا زايد اخذ ناقص. طبعا هلا شرب المياه الزائد نحن يعني على حساب الطعام ما بننصح فيه. فمثل ما قلنا يشرب الكميات المياه اللي بده يشربها، مو دفعه واحده، يشرب على شكل تدريجي، يعني خلال فتره الافطار كامله. فواحد اكيد يمكن اول ما بيشرب كاسه مي، أو يعني أول واحد ما بيشرب بيفطر على كاسة مي، صحيح. ما تكون كتير، لأنه كمان التغذية لها دور كبير، والتغذية المتوازنة يعني لازم ياخذ من كل المواد الغذائية. في عنا السكريات والبروتينات والدسم، هي لازم يكون غذاء متوازن، وما تكون التغذية أو فترة الإفطار على حساب على المياه على حساب الأطعمة الأخرى. تمام. طيب دكتور، مرضى الكلى يلي بدهم يصوموا، شو هي النصائح اللي بتعطيهم اياها مشان يقدروا يصوموا ويتحملوا وما يصير معهم تشفاف بالجسم؟ تمام. هلا مثل ما قلت لك، مو كل مرضى الكلى فينا نحن نسمع لا بالصيام. نحن عم نحكي عن يلي بيقدروا يصوموا. المريض الكلى المستقر بنقول، واللي الوظيفه الكلويه عنده لساها مقبوله، واللي عاده بيكونوا مصرين، يعني طبعا نحن بدنا نكون دقيقين حتى يعني حتى ما نتحمل مثل قولوا اخطائهم نحن، او يعني الخطيئة لا تبعهم. تصوموا او تمام. صوموا اكيد. فلذلك يعني البعض بنقول لهم فرضا فينا نسمح لك بالصيام، بس مثل ما قلنا بنشرب مياه على كافه فتره الافطار، وبنقول لهم يعملوا تحاليل اثناء فتره الصيام، اذا بنشوف في تاثير بنقول لهم لا وقفوا، يعني بنقول لهم بنسمح لهم فتره قصيره،
واذا كان في تاثير من الوقت يعني ايقاف الصيام، اذا كانت لا الامور جيده ما في مشكله. يعني يستشيروا الطبيب قبل الصيام وبفتره فقط الصيام. فقط شرب السوائل، يعني اللي هي كنصيحه شرب السوائل لهم خلال فتره الافطار، ما في نصائح اضافيه اخرى. نعم دكتور، كمان كنا نحكي عن الفيتامين. خلينا نقول احيانا في عالم بتصوم ممكن انه تاخذ فيتامين حتى مع بعد وجبه الافطار وما بتشرب مي، بتعود بدل المي تمر هندي، عرقسوس، قهوة. قديش كمان انه المياه لازم تكون بكميات مسموحة، وايضا كمان مشان يمشي الدواء بالكلية ما يصير مشاكل في حال حتى ما عنده مشاكل الواحد. كتر الادوية او الفيتامينات كنا عم نحكي هلا عنها قبل الهواء، قديش لازم يكون في شرب مي لا 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 تقدر الكلية عمل الكلية يعني يستمر. إيه هلا بالنسبة لعمل الكلية كإطراح للسموم أو الأدوية ما كتير بيتأثر بشرب المياه، ما كتير بيتأثر، مش بيضل إطراح السموم جيد، بس بنقول نقص المياه قد يؤدي إلى خلل بالوظيفة الأخرى في وظيفة إطراح السموم. لهيك نحن بنقول شرب المياه كمياه صرفي منصوح به، بس في كمان حتى السوائل الأخرى فيها نسبة كبيرة من المي، بس مو كل السوائل الجيدة. مثلا بنقول القهوة والشاي والمتي هدول فيهم منبهات، يعني ما فينا كمان نشرب منهم كمان كميات كبيرة. العرقسوس إذا شرب كميات كبيرة هي خاصة هي بيرتفع الضغط، يعني هو يعني شراب رافع للضغط. بس عصائر الفواكه بشكل عام منصوح فيها، لأنه الشوارد اللي فيها وخاصة البوتاسيوم هي مفيدة للكلية. فلذلك لازم واحد يوازن من بين هالسوائل، ما يشرب السوائل هي اللي ممكن تأثر عليه مثل العرقسوس، يعني يشرب له كاسة وسط ما عليه شيء. القهوة والشاي والمتي كمان يشرب كميات معتدلة ما في داعي يكتر منها. نكمل كلامك دكتور، حكينا عن السوائل، هلا بدنا نحكي عن الأغذية. بيقولوا كمان نصائح انه الأكل المملح يبتعدوا عنه، والسكريات كمان يكون انه نسبة كتير خفيفة من السكريات ياخذوها مرضى الكلى. شو كمان بتضيف للنصائح بالغذاء؟ هلا إذا الشخص سليم ما عنده أي أمراض لازم تكون تغذية متوازنة، يعني السكريات نسبة من الغذاء 40% لازم تتحقق هالنسبة، بس ما ضروري تكون كل النسبة هي سكريات نقوله سريعة. بنوزع السكريات ما بين سكريات سريعة الامتصاص أو متوسط الامتصاص أو بطيئة الامتصاص، فنسبة السكريات تكون متوازن، يعني الغذاء لازم يكون متوازن. هلا اللي عنده سكري أكيد ما رح نسمح له بالسكريات السريعة، اللي عنده مرض بيأثر عليه تناول السكريات ما بنسمح له مثلا بالسكريات. أما بشكل عام لازم تكون سكريات يعني السكريات نسبتها 40% من الغذاء. دكتور الكولا او مثلا 7 اب نعرف انه هي ما انا كثير محبذه للمعده، شو هي للكلى بالنسبه للكليه؟ شو اللي خلينا نقول بيصعب على الكليه اطراحها مثلا مثل المشروبات الغازيه؟ هل بتاثر اذا كان في افراط ايضا بيشربها؟ في عالم مدمنه على المشروبات الغازيه. هلا على المعده بنعرف نحن يمكن نوعا ما انه ممكن تاثر، بس على طرح الكليه لا. المشروبات الغازيه شو وضعها؟ هلا المشروبات الغازيه وخاصه البيبسي كانت تسميتها بالبدايه بيبسي لانه يعني من البيبسين، يعني هاي مشروبات هاضمه يعني مساعده على الهضم. على الهضم. طبعا الافراط فيها اكيد له تاثير على الجسم، يعني مثلا بنقول هي عباره عن مواد الجسم بيحولها لقلويات لبيكربونات، وهي القلوية الزائدة بالدم على فترة طويلة ممكن تؤدي لآثار على خاصة جهاز العظام، يعني ممكن تسحب بيقولوا الكلس أو تأخذ الكلس من العظام. فلذلك الأفراط بأي شيء هو غير محبذ. بالنسبة لمرضانا مثلا مرضى القصور الكلوي المزمن واللي عم يغسلوا، نحن ما بنحبذ المشروبات الغازية إطلاقا، لانه بتحوي على حامض الفوسفوريك اللي ممكن يزيد الفوسفور عندهم واللي عندهم بالاساس زايد. اما لعموم الناس كمان كميات معتدله لا مانع، لا مانع، بس كمان ما نشربها ببدايه هي يعني بفترات بعد الافطار ما في مانع. لكن بفتره الصيام كثير من النصائح لازم اليوم نحن ننوه عليها ونسلط الضوء عليها.
مثل كمان تجنب التعرض لأشعة الشمس بيزيد من إفراز السوائل، بيتعب الجسم أكثر. وكثير في عنا كمان نصائح إنه يبتعدوا كمان عن بفترة الفطور عن كثرة القهوة والشاي، مثل ما قالت سالي كمان البيبسي. وشو كمان بتضيف دكتور؟ بدنا كثير من المعلومات خلال هاي الفقرة مشان شهر رمضان الكريم ساعتنا ببدايته. ايه هلا يعني هاي نفس اللي حكيناهم كنصائح، مثل ما قلنا خلال فترة الصيام اللي عنده مشكلة كلوية بنقول له يبعد دائما، بده يصوم بنقول له لازم يشرب مي خلال فترة الإفطار، ما يطلع بالشمس، أو إذا كان عنده عمل بالعمل بيتطلب جهد عضلي وبالتالي تعرق زائد، هاي بنقول له لا ما يصوم أو ياخذ اجازات حتى ما يتاثر الكلى. هلا اجازات مستحيل، هلا اجازات مستحيله طبعا. اما بشكل عام طبعا الصائم بدون نصيحه له بيحاول يتجنب الخروج بالشمس، لانه بالاكيد بده يفقد سوائل ويتعرق بشكل زائد، وبالتالي ممكن يعطش بزياده. بالنهايه يعني الواحد كل شخص بينظم امور فتره الصيام على هواه. طبعا يعني حكينا هيك معلومات كتير شاملة يمكن دكتور حضرتك فتنا فيها. أيضا خلينا نحكي عن أنه يمكن حكيت على كمية السكريات اللي بيحتاجها الجسم، الكربوهيدرات، البروتينات، أحيانا زيادة بهدول القصص غير السوائل مثل البروتين، زيادة بكميات السكر، السكر أحيانا بتروح على الكلى، قديش كمان لازم يكون في اعتدال فيها. المشروبات الغازية كلها سكر، بيقولوا كل كاسة كولا ما بعرف قديش فيها سكر، فيها حريرات بكميات كبيرة طبعا من طبعا السكر. طبعا حتى بننبه مشاهدينا حتى الكولا الدايت يعني ما أنا كثير صحية تمام. ابدا، وخاصة لعمل الكلى، خلينا ننوع عنا بطريقة، وبالتالي الواحد بيكون عم بيصوم حتى ينحف له شوي، إذا بده يتبع العادات الغذائية اللي بنقول سيئة تقريبا بينصح يعني بيكون بيزيد. لذلك نحن طبعا الصيام الهدف انه كمان الواحد يحس بالجوع، يعني مو وقت الافطار ياكل كميات كبيره من اللحوم او لا ياكل كميات معتدله. فلذلك حتى نتحقق الهدف اولا الصحي، لانه السيد الرسول بيقول صوموا وتصحوا حتى يصير في صحه بالابدان، لذلك ما ياكل كميات كبيره سواء كان من البروتينات او الدهون او السكريات، كلها لازم يكون الغذاء معتدل بشكل عام. المرضى دكتور اللي معهم حصب الكلى شو بيكون وضعهم برمضان؟ هل بيجوز صيامهم ولا لا؟ وشو هو الترتيب تبعهم بيكون؟ شو بتنصحهم؟ هلا نحن مرضى الحصى دائما نحن نقول الحصيات عاده تتشكل ليلا. بيكون تشكل حصيات ليلا اكثر من نهارا. هلا اللي عم بيشكلوا حصيات بكميات كبيره ومتكرره، يعني كل شهر عم بيجي نوبه فحص، ولذلك بنقول له ما يصوم، لانه فتره هالانقطاع هي ممكن تزيد من تشكل الحصيات. اما اللي عم يشكلوا حصيات بفترات متباعده بنقول لهم فقط بفتره الافطار يزيدوا من كميه السوائل. وطبعا يعني قساوه المياه تلعب، يعني كميه الكالسيوم ضمن الماء لها دور كبير بتشكل الحصيات. فاللي عنده تشكل حصيات وخاصه اذا كانت كلسيه بنقول لهم يجيبوا فلتر حتى يخففوا من الكالسيوم. بنقول لهم كمان يخففوا من المأكولات اللي فيها حسب نوع الحصيات طبعا. ماكل اللي عنده حصيات حمض البول بنقول له ما تاكل بروتينات كثير خلال فتره الافطار. نعم. اللي عنده اوكسالات كالسيوم بنقول له ما تكثر شاي وقهوه وشوكولا وسبانخ يعني في كثير مأكولات غنيه بالاوكسالات. نعم. بنقول له يخفف منها. اكيد، والحكي موصول اكيد للي معهم رمل ايضا، يمكن هي الحصى اقوى احيانا بيكون مثل ما حكيت. لا الرمال هي عباره عن حصيات بس صغيره. صغيره تماما اكيد. اللي كمان اللي معه رمل كمان لازم مشاهدينا هلا يكونوا نفس النصائح. نفس طبعاً النصائح طبعاً طبعاً. اكيد. كلمه اخيره دكتور منك لجميع مشاهدينا للصايمين، الله ييسر صيامه للجميع. يعني بنقول كنصيحه اخيره الماء، يعني الكلى تحب بالنسبه للكلى تحب الماء، والماء بيشكل نسبة 60% من حجم الجسم عند الذكور و 50% عند الإناث، لذلك تعويضه وشربه هو أمر ضروري خلال فترة الإفطار. لذلك ننصحهم دائما بشرب المياه خلال فترة الإفطار وعلى طول فترة الإفطار. نعم. بيقولوا دكتور لترين أو ثلاثة من المياه، شو رأيك بهالكلام؟ كافية، 2-3 لتر كافية.
كافيين اكثر من هيك يمكن عند البعض من انه يشربوا اكثر، يعني اللي عندهم زرع كلى من انه دائما يشربوا اكثر من 3 لتر وخاصه ببدايه الزرع، وفي البعض عنده عادات غذائيه بيشرب 5 6 لتر ما في مانع، بس اللي عندهم امراض بالكلى بنصحهم بيشرب الكميات اكثر، الناس الطبيعيين 2 3 لتر كميه كافيه وخاصه بالصيف. اكيد دكتور نصايح كثير مفيده لنا ولكل حدا عم يتابعنا يا سالي. نعم. نتمنى الشفاء لكل مريض والله يتقبل منكم صيامكم لكل حدا اكيد عم يصوم. شكرك كثير لوجودك معنا دكتور. شكرا كثير، بنلقاك بحلقات قادمه ان شاء الله. وكل عام وانتم بخير مره ثانيه. شكرا لك دكتور قصي، كنت معنا بنصائح كثير، ان شاء الله يكون لنا وقفات ثانيه بشغلات اخرى. شكرا لوجودك.